بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي السيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، معالي النائب الموقر محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بجمهورية مصر العربية رئيس الجلسة، أصحاب المعالي الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وما بذلوه من جهود من أجل الإعداد الجيد ليكون على هذا النحو اللائق بقيمة وأهمية الموضوع الذي نحن بصدده، كما أثمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها الشقيقة الكبرى جمهورية مصر العربية من أجل ترسيخ لغة الحوار والتسامح والتعايش المشترك بين الأديان والثقافات المختلفة. الحضور الكريم، استمعنا في الجلسة الصباحية أو الجلسة الأولى لتأصيل عميق جدا لمفهوم الحوار وأهميته بين البشر، وفي هذه الجلسة سنقوم بتسليط الضوء على دور البرلمانات في الدول على ترسيخ مفهوم الحوار وكيفية العمل به. لا شك أن الأدوار التي يقوم بها البرلمان في عصرنا الحالي لم تعد محصورة في الإطار التشريعي والرقابي على أعمال السلطة التنفيذية فقط، فربما كان هذا هو السائد منذ عقود مضت، ولكن طبيعة التغيرات التي مرت بها البرلمانات حول العالم أدت إلى اتساع نطاق وطبيعة هذا الدور، وأصبح للبرلمانات الدبلوماسية الخاصة بها فيما بات يعرف بالدبلوماسية البرلمانية التي تتعدد صورها وأدواتها، وتأتي في مقدمتها أداة الحوار البرلماني بين البرلمانيين. وقد أثبتت العديد من التجارب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية أن البرلمانات يمكنها أن توظف هذه الأداة بشكل جيد في تحقيق التعايش السلمي المشترك وفي خدمة الكثير من القضايا الإنسانية التي تهم البشرية جمعاء. فعلى المستوى الداخلي للدول يمكن للبرلمانات أن توظف أداة الحوار في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء، خاصة في حالات الأزمات السياسية أو الصراعات. ولنا في الأزمة الليبية مثلا يحتذى به، فقد كان لأعضاء البرلمان الليبي دور كبير ومؤثر في جولات الحوار السياسي التي مرت بها الأزمة الليبية في مختلف مراحلها، ولعلي قد إحدى هذه الجولات في هذه الحوارات. وصولا إلى الانفراج الكبير الذي تم خلال الأسبوع الماضي، والذي جاء أيضا من خلال البرلمان الليبي الذي منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، فنحن من خلال هذه الحوارات وصلنا إلى قناعة راسخة بأنه كلما ارتفعت وتيرة الحوار كلما قلت وتيرة الصراع والاحتراب والعنف. أيضا على المستوى الإقليمي يمكن للبرلمانات أن يكون لها دور كبير في تعزيز لغة الحوار بين الشعوب التي تنتمي إلى أقاليم مختلفة وأديان مختلفة وثقافات مختلفة، والبناء على القيم والقواسم المشتركة التي تجمع بينها كما ذكر بعض من حضراتكم هذا الصباح، على نحو يخلق مصالح متبادلة تتسم بالديمومة والاستمرار. فالعالم اليوم يواجه قضايا مصيرية متعلقة بالفقر، بالبيئة، بالإضافة إلى خطاب الكراهية، إلى العنف، إلى اختلاف الثقافات، اختلاف الأديان. كل هذه القضايا تحتاج إلى الحوار ولا غير الحوار. والحقيقة أن هذا هو النهج
الذي تبناه البرلمان العربي بقوة في مرحلته الجديدة، حيث أعطى أولوية متقدمة لتعزيز الحوار سواء في البرلمانات سواء بين البرلمانات أو المجالس العربية أو مع البرلمانات الإقليمية والدولية. وتسعى القيادة الجديدة للبرلمان إلى تدشين وقيادة نوع من الحوار فيما بين البرلمانات الإقليمية لتعزيز التواصل الدائم فيما بينها والتنسيق المستمر بشان القضايا محل الاهتمام المشترك. وعلى المستوى الدولي أصبح هناك نوع جديد من الحوار ترعاه البرلمانات المختلفة، وهو حوار برلماني حول قضايا عالمية إنسانية يهدف إلى ترشيد النقاش العام بشأنها أو زيادة الوعي الجماهيري بخصوصها أو التوصل إلى معايير ومبادئ دولية مشتركة بشأن قضايا دولية جديدة ملحة فرضتها الضرورة. وقد انخرط البرلمان العربي خلال الفترة الأخيرة في هذه الحوارات في حوارات من هذا النوع، منها على سبيل المثال لا الحصر حوار البرلمانات العربية حول الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة في المنطقة العربية، وفي ضوء ما تخلفه العمليات الإرهابية من آلاف من الضحايا والأبرياء. انخرط البرلمان العربي في 6 جولات من الحوار البرلماني العالمي من أجل التوصل إلى نموذج تشريعي عالمي موحد لدعم ضحايا الإرهاب. الحضور الكريم، إذا كنا متفقين على أن البرلمانات أصبحت لها دور كبير في تعزيز لغة الحوار بشكل عام على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فإنه يمكن أن يكون لها دور بارز في ترسيخ ثقافة الحوار بين الأديان والثقافات المختلفة، وهو محل هذا المؤتمر الكريم. فلا شك أن هذا النوع من الحوار لا يقع فقط على عاتق رجال الدين، مع التسليم بأنهم يحملون على عاتقهم المسؤولية الكبرى في نشر قيم التسامح والحوار وقبول الآخر والتصدي للفكر المتطرف، ولكن بالإضافة إلى ذلك دائما ما تكون هناك حاجة إلى منظومة تشريعية قوية ومتزنة تسير في اتجاهين متوازيين، أولهما تعزيز ثقافة التعايش مع الآخر، وثانيهما تحريم سلوك الغلو والتعصب وخطاب العنصرية والكراهية. على صعيد آخر، فإن البرلمانات يمكنها تنظيم جلسات حوار مجتمعي حول الكثير من القضايا الشائكة المتعلقة بالحوار بين الأديان والثقافات المختلفة على نحو يؤدي إلى مناقشتها في إطار من العقلانية والفكر المستنير. الحقيقة إن البرلمان العربي ليس بعيدا عن هذا الاتجاه، فقد سبق أن أعلن صاحب المعالي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي هذا الصباح ومن قبل عن أن البرلمان العربي سيطلق خلال الفترة القادمة ولأول مرة على مستوى البرلمان ملتقى الحوار العربي الذي ستكون أحد محاوره الرئيسية حماية الشباب والنشء الصغير من الفكر المتطرف والتعصب والغلو وتأهيلهم التام للانفتاح على الآخر والتعايش معه. الحضور الكريم، دور البرلمانات دور كبير جدا، وهذه مشاركة فقط لتسليط الضوء على هذا الدور المهم التكاملي مع كافة الأطراف الأخرى. وفي الختام، فإن إذا كنا نريد أن نصل إلى عالم مستقر فليس أمامنا إلا الحوار ثم الحوار ثم الحوار. أجدد شكري لجميع القائمين على أعمال هذا المؤتمر، وأشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.